أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. مرحبا بكم، مرحبا بكم في حصتكم ولادنا تحت جناحنا. ولادنا تحت جناحنا حصة تجيب عن تساؤلاتكم. كاع الأولياء حابين بعض النصائح تساعدهم في التربية السليمة لأولادهم. اليوم موضوع مهم هو موضوع التأتأة، سي لو بيغيمون، يعني الطفل لما يبيغي وكامل. رايحين نكتشفوا مع أخصائيين واش هي هذه الحالة وكيفاش نقدروا نتفاداوها وكيفاش نقدروا نعالجوها. إذن ترافقني اليوم الدكتورة محرز عبد الله خان، متخصصة في علم النفس. تفضلي مدام، مرحبا بك. مرحبا بك مدام، شرفتينا شرفتينا. تفضلي تفضلي تفضلي. يرافقني السيد لابري نور الدين، مختص في علم التربية، 39 سنة. شكرا شكرا، مرحبا بك مرحبا بك. تفضل تفضل. شكرا لك. تفضل. ومعنا كذلك تجربة حية، سيد سيد علي، تفضل. مرحبا بك مرحبا بك، شرفتنا. تفضل 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 تفضل. ومعنا كذلك في كل حصة معنا طفل يجي يدير الواجبات المدرسية نتاعو. معنا اليوم محمد شمس الدين. أروح وليدي، تعال. واش راك وليدي؟ لاباس. لاباس؟ سلمى العمو، واش راك؟ لاباس؟ تقرا مليح أنت؟ تحب القراية ولا ما تحبش؟ تحب تقراها؟ هيا برافو، لأن وجدنا لك دركا مكتب لهيك تروح دير فيه الواجبات تاعك يا أخي. هيا تفضل وليدي، يلا بالتوفيق. فوالا، وانتم كذلك يا أطفال هذا هو الوقت اللي تروحوا ديروا فيه الواجبات المدرسية نتاعكم باش تنجحوا. مرحبا بكم مرحبا بكم. موضوع مهم موضوع مهم. الأولياء بالمرات أنا شخصيا عشتها لما كنت صغير، كانوا عندي زملاء في الدراسة وكامل كانت عندهم تأتأة وكامل، والناس يعني في معنا عايشين معنا وكامل. حبينا لو كان اليوم نتعرفوا على هذه الظاهرة هذه، وش هي التأتأة وكيفاش نقدروا، هل تعالج، نقدروا نتفاداوها، نقدروا باش نرجعوا الروح شوية للوالدين وكامل، ومن بعد نشوفوا مع السيلابري يعني التأتأة والآثار نتاعها على الدراسة. على الدراسة شيء مهم مهم جدا. سيدة عبد الله خان، بما أنك أخصائية في علم النفس، ماذا بينا كنت تفهمين هذه التأتأة هذه وش هي؟ هل هي حالة مرضية، حالة مشي مرضية، حالة لازم نخافوا منها ما نخافوش منها، هل تعالج لا تعالج؟ ماذا بينا كنت تكلمينا على الموضوع هذا. تفضلي أستاذ. مجددا نلتقي في هذا الفضاء الإعلامي التربوي الثقافي، واللي نتشرف دائما بالحضور فيه لنتقاسم هذه اللحظات مع مشاهدينا الكرام والحضور الكريم ويزيد وكل طبعا بحضور أستاذي الفاضل سي نور الدين والضيف الكريم. إذن اليوم نتكلموا على التأتأة. التأتأة لو بيغيمون هو وشنو هو في الحقيقة؟ هو مشكل في الديبي تاع الكلام أو تدفق الكلام، ما راهوش مشكل كما تكلمنا في بالك مرات اخرى، ما هوش مشكل في اللغه، ما هوش مشكل في الصوت، ما عنده حتى علاقه مع تاخر الكلام ولا حاجه اخرى يعني. لا، لكنه مشكل هو من اضطرابات الكلام، لان قلنا كل ما يمس المنتوجيه اللغويه او الانتاج اللغوي او الانتاج الكلامي بشكل اعم، يعني الانتاج الكلامي هو من اضطرابات الكلام، ومن الاضطرابات الاكثر شيوعا، حيث أنها النسبة تاعها تكون من مثلا بشكل عام في الابتدائي 1.5%، 2 في الروضة حتى 2.5 إلى 3% من مجموع المجتمع العام. يعني كاينه بزاف التأتأة، يعني عدد لبس به يعني، وكاين عدة أنواع تاعها، وأنواع ترافق الفرد حتى الكبر تاعه، وأنواع أخرى من حسن الحظ أنها تزول. نقولوا كاين اللي تظهر مثلا في عامين، هي نتكلموا عليها بشكل عام، عامين 5 سنين، هذه هي الفترة اللي تقدر تبان فيها التأتأة. هل تعالج؟ طبعا تعالج. نعم، يعني هذا من يعني نحب نفرح كل اللي راهم يعانيوا منها انها تعالج. دائما انا تاني فرحت. انا ما تبينا
إذا قلنا أنها تدفق الكلام يحتاج إلى ريتم. هذاك الريتم ومشكل تنفسي يا رمضان. هذاك الريتم يدخل فيه كما قلت التحكم في الهواء ليخرج ويصدر عن الرئتين. المشكل راهو يقع في هذا كما نقولوا لو دي بي. هذه الكلمه تاع دي بي هو مصطلح يعرفوه بزاف شبابنا في الانترنت. بالضبط تدفق. فنفس الشيء بالنسبه للكلام، كاين لو دي بي او تدفق الكلام. اذا عموما كاين ثلاث انواع تاع التأتأة. تأتأة الاختلاجيه تونيك اللي تكون مثلا الشخص المتأتئ يقول الكلمه يقطعها الى عده مقاطع صوتيه، وكاين كلونيك وكاين تونيكو كلونيك. كاين الاختلاجيه والانفجاريه. الانفجاريه هي مثلا الشخص المتأتئ مباشره تنفجر الكلمه، يعني نفس تخرج يقول الكلمه تخرج من عنده وكانها منفجره من بركان الكلمه. وكاين اللي يقعد يقطع فيها يعني يعاود إعادة الحرف الأول والفونام الأول عدة مرات. وكاين اختلاجية وانفجارية مع تونيكو كلونيك وين تكون يعني مترافقة في زوج، مرات يستعمل هذه ومرات يستعمل هذه. إذا كاين عدة أسباب، قلنا احنا الانتشار، قلنا العمر، قلنا وشنو هي عدة أسباب اللي تقدر تشكل عندنا أو تخلق عندنا تأتأة. كاين بالدرجة الأولى أسباب فيزيولوجية، يعني تتمركز في توظيف الجهاز النطق. يعني كاين مشكل قلنا جهاز النطق وهو الفم والحنجرة والأحبال الصوتية والرئتين، وما ننساوش كذلك المناطق القشرية المخية، المناطق العصبية، لأن الجهاز العصبي هو الجهاز المسيطر على كل الوظائف، هو اللي يسير ويراقب كل الوظائف الجسمية. إذا كاين في أي يعني أي واحد من هذه المناطق يصيبها خلل نصيبه كاين اضطراب معين، اضطراب كلامي معين. لكن كاين عدة اضطرابات كلامية من 4 إلى 5 سنين تختفي. كاين بزاف يعني اضطرابات كلامية بالضبط، خاصة عندما تلقى التشخيص المبكر وتلقى المرافقة. الآن الحمد لله كاين الأورطوفونيين اللي هما الأخصائيين النفسانيين. يعني أغلب الحالات تعالج مشاكل الكلام. أغلب الحالات تعالج؟ أغلب الحالات تعالج تاع التأتأة. مرايش مشكل بكري كنا نشوفو ناس حتى تكبر وهي ترافق. أنا دركا يغيضني الحال كي نشوف واحد متأتئ وكبير في العمر وقاعد يتأتأ، يعني ما تكفلوش به. وحتى أنهم تلقاهم إطارات وتلقاهم ناس حتى في المجال النفسي، يعني الناس في يعني عارفين بالعلاجات لكن بلك ما عندوش شجاعة أنه يتعالج. أو كي يكبر يعالج تاني ولا كي يكبر؟ لا هو العلاج صعب. في الصغر أحسن. أحسن أحسن كل أحسن. العلاج النفسي أو أي علاج تمارين وتقنيات متكررة ومتعبة وينقص ما يبراش 100% ولكن ينقص من التأتأة يعني إلى درجة أنه ما تعودش تبان التأتأة عنده، لأنه هذه التقنيات تعلمه كيفاش يسيطر. نعم. كيفاش يتحكم في التدفق الكلامي، هي كلها الدور حوله تعلم له السيطرة في التدفق الكلامي. آليات منها مثلا الشمعة اللي نقوله مثلا يبدأ ينفس على الشمعة، ينفس حتى يتحكم في التنفس تاعه. كان عدة آليات منها لازم كذلك 3 سنين و5 سنين لازم هذاك هو الوقت للأولياء، يعني العمر اللي راح يكون فيه بزاف العلاج بعد التشخيص وبعد هو العمر تاع الابتدائي يكون فيه، يعني هذا يعني أحسن راح يكون فيه. وعلاش؟ لأنه مثلا عندما تكبر معانا التأتأة وتروح حتى للمراهقة راح تولي تجيب لنا مشاكل نفسية أخرى. هذيك وين مثلا أنا كأخصائية عيادية في القاعدية يعني هنا وين راح تشكل لي خطر، يعني لأنه راح تولي تجيب الخجل، قلة الثقة في النفس، عدة أشياء. هنا رانا نتكلموا على التأتأة الولادية اللي تظهر منذ الولادة واللي تكون قادر تكون عندها أسباب فيزيولوجية، يعني التوظيف النطقي عنده أو التوظيف الكلامي بشكل عام. كاين يعني أسباب تشريحية عضوية
ولهذا لواغيل توجور يخدم مع لوختوفونيست باش نشوفو والنغولوغ وكاع يخدموا مع بعضهم سي ايكيب وحده. الان العلاجات الانجح هي العلاجات التكامليه اللي يكونوا فيها عده اختصاصات، على بها تلقى مثلا مصحه فيها عده اختصاصات، السيكولوج والبيدياتر ولوختوفونيست والنغولوغ والنغوبيدياتر كاع مع بعضهم، لانه الحاله لازم ينظر اليها من جوانب عده، لان جسم الانسان هو وحده متكامله. اذا هادو هما اللي راهم ينجحوا. والعلاجات كاين عده علاجات وتقنيات اورتوفونيه نفسيه ونعززوا فيها ونسقموا فيها التدفق. إذ وكاين نتكلموا على الاسباب، تكلمنا على الفيزيولوجي والعضوي ونتكلموا على التربوي كذلك، لانه مثلا الطفل يأسس حياته الاجتماعيه او التفاعل النفسي والاجتماعي كله على اساس تقليد. إذا يكون يشوف واحد في الأسرة والله متأتئ هو يبان له هذاك هو المرجع، هذاك هو النموذج، لازم يعود يتكلم هكذاك. يعني صعب صعب صعب. إذا بالنسبة ليه راح يقلده، وللأسف يعني كذلك نلاحظوا أنه التسلط الوالدي الكبير يعني من طرف الأم ولا الأب، أو الأساليب التربوية الردعية والتعسفية اللي ما تخليش أنه الطفل يعبر، ما يكسيروزيش بار اكزومبل المكنونات تاعو لداخل، ما يخرجش واش راهو عنده لداخل، هذه كذلك تقدر تؤدي الى ظهور التأتأة، رغم انه وكاين هناك انواع تاع التأتأة كذلك اللي يظهروا في الكبر جراء صدمة مثلا. كاين لي مثلا ما كانش متأتئ لكن جراء صدمة، حادث صار قدامه ولا فقد عزيز ولا، يقدر يشكل له تأتأة، وهي كلها يعني لازم الرجوع فيها إلى الأورتوفوني والأخصائي، والحمد لله كاين عدة علاجات الحمد لله الحمد والعلاج دائما راه في تطور مستمر. الحمد لله الحمد لله. شكرا شكرا أستاذة. سيد لابري نور الدين، لما تكلمت أستاذ مقبلة قال لك خاصة نحسوا باللي الطفل متأتئ في بداية الابتدائي وكامل، أنا نظن باللي يعني بلا ما نكون أخصائي بدون تطفل هذا يشكل عائق كبير يعني على الطفل، سواء في المشاركة في الدروس سواء حتى في بناية شخصيته، يعني على تحصيل المعلومات، على يعني ماذا بيا إذا كان تعطينا تجربة حية إذا كان هذه الحالات هذه حصلت لكم، ماذا بينا كنت تكلمنا عليها وكيفاش تعاملتوا معها يعني، وكيفاش كان الدور تاعكم الدور تاع الاولياء يعني كيفاش تفاديتوا كل الحالات سي يزيد هذه اللي ذكرناها من قبل وتاع اليوم تحصل في المدرسه، شيء طبيعي يعني هو امتداد بالضبط يعني امتداد للبيت، الطفل بالضبط في البيت يعني يكون مصاب بها ثم يدخل المدرسه في وكاين اغلب الحالات تظهر في المدرسه، بالك لانه بالك في البيت ما كانش عندهم الوقت، ما كانش ما نهضرش على التأتأة لانه التأتأة كمان يعني هذا نطق يعني نطق ماشي كيما ضعف النظر ولا قله السمع ولا، ولكن برك باش نتكلم على دور المدرسة في هذه الأشياء هذه اللي ممكن أنه كان المدرسات تساعد الأولياء في تشخيص بعض الحالات. في البداية سي يزيد في البداية عندي زوج ولا ثلاث أرقام نقولها للجمهور وللعائلات، هذه التأتأة شائعة في العالم في السن اللي ذكرته الدكتورة ثلاثة لخمس سنين حتى لخمسة ست سنين يعني أقصى شيء، قول لي شحال في أوروبا بل في العالم شحال كاين واحد يصاب بالتأتأة في هذا المرحلة هذه، ولكن التأتأة الخفيفة قبل ست سنين يعني قالت لك ثلاث أنواع كاين تأتأة تأتأة الخفيفة، 80% من الأطفال يصابون بالتأتأة ولكن التأتأة الخفيفة، كم منهم يعالج؟ 79% منهم يعالج، واحد فقط اللي تدوم مدة العلاج يعني يطول يكون حالة خاصة، أما يعني هذا يعني ما يجي يوصل سنتين ثلاثة في الابتدائي إلا وتزلوا هذه التأتأة، باش نبينوا بأن هذه التأتأة ما راهش مرض أو عاهة خطيرة تخوف الأولياء، ولكن هي خطيرة إذا كان أو لا برون لا ليجير، باسكو أنا وي 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 إذا كشفناها وخذيناها بعين الاعتبار وبالضبط شفنا الاورتوبيديست بيان سور الاورتوبيديست يعني الدور تاعو مهم جدا، يعني لازم الاولياء يعرفوا باللي هذه حاله لازم تاخذها بعين الاعتبار، لابد ان تعالج. نرجع للمدرسه
ففي المدرسة هذه النسبة منها نسبة منها توصل التلميذ عندنا يتأتي. واش يصرى للتلميذ هذا؟ أكيد كما تفضلت أن التأتأة هذه ستؤثر عن المدرسة تاعو. لماذا؟ لأن التلميذ هذا يحس بواحد الخجل، بواحد النقص، مركب نقص أمام زملائه، ينزاوي، ما يشاركش، يعود يخاف يهدر. نعم ما يشاركش، خاف يهدر، ما يشاركش. هذا بالوقت شوية يؤثر نوعا ما على تمدرسي التحصيل. هذا هذا ثابت. لكن في المدرسة لا تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه الوضعية. وكذلك مش يصرى له التلميذ هذا شيء معروف، هذا يولي موضوع استهزاء زملائه ويضحكوا عليه. بالضبط، كل ما تكلم كل ما يتلعثم أو يتأتئ إلا وتلقى زوج ثلاثة يضحكوا عليه، وهذا هذا يمسه ويأثر عليه. هذه الظواهر اللي يعيشها التلميذ هذا واللي نعيشوها احنا في المدرسة. لكن التلميذ وين لازم نرافقوه، خاصة نرافقوه باش نساعدوه في المدرسة لتجاوز هذه المحنة أونتر جيمي، إن كانت محنة يعني، هذا المشكلة نسموها. هو عند القراءة، هذا هو المشكل. عند القراءة تعرف لابد التلميذ لازم يقرأ، لازم الأستاذ يكون عنده، كان واحد طرق بيداغوجية يقرأوها يعني تعلموها المعلمين والأساتذة، يلزم يستعمل معاه طريقة خاصة، يعطي له الوقت اللازم لما يتعثر ما يقولش في مكانه، خاطرش بالضبط يخليه يقول. نعم، خليه يعاود، خليه يطول، خليه يكرر. كما تفضلت الدكتورة، كاين النوع تاع تكرار الحرف هذاك أو إطالته، خليه ما تقول له عاود وكذا، يعني تعطي له فرصة بكل راحة وبكل هدوء، ديروا في واحد الوضعية هادئة به القراءة باش يقرأ. لابد أن يقرأ كثيرا في القسم. عجبتهم تعطيه الوقت في القراءة، عند الأجوبة نتاعو. نعم بالضبط، عند الأجوبة، على بالك المعلم راه يسأل. بالضبط، كل المعلمين في كل مواد عندهم أسئلة وينتظروا الأجوبة من التلاميذ. ولا لازم دائما يدير في باله هذاك المتأتئ، ما لازمش يلقي سؤال ويخلي التلاميذ يجاوبوا هكذا بطريقة فوضوية. لابد من رفع اليد. لماذا؟ حتى أعطي الفرصة لهذا المتأتئ، نعطي له الفرصة ونخلي له الحرية. لما يرفد يده معناه راهو باغي يتكلم، اختار باش يهضر. يعطيك الصحة، إذن نعطي له الفرصة هو، لأنه هو قلما يرفع اليد نتاعو، قلما، ولكن كلما رفع يده معناه راهي عنده الجرأة، راهو حاول باش يتكلم. نقول لهم اسمعوا كلكم وخليه يتكلم بهذه الطرق. إذا كان المعلم يرافق هذا المتأتي بهذه الطرق، وكان طرق أخرى، فيتجاوز هذه المشكلة بسهولة كبيرة. جميل. عندنا حاجة أخرى كذلك نجمو نقولوها حول هذا التلميذ، كان نقطة ربما وأكتفي. هو كان بعض المعلمين يطلعوا التلاميذ للسبورة. بالضبط، عشناها كلها. قال يطلع السبورة، اشرح لي ولا اكتب لي ولا دير لي ولا حل لي هذا التمرين، يعني طلعوا للسبورة ولازم التلميذ يتكلم. بالضبط، كان المعلم اللي ما يخش بعين الاعتبار هذه الحالة ويطلعوا للسبورة حتى ولو ما كانش عارف مليح، ويطلعوا ويقول له انت طلع وانت راك ما راكش تشارك، يطلع للسبورة ويوضعوا في واحد الموقف حرج، موقف حرج، ويزيدوا في العقدة هذيك، ويزيد ويولي كما سميناها عدم الإقبال على 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 الدراسة. هذا ما لازمش نحرجه إلا دائما ويتفاهم معاه، يقول له لما تحب تشارك، لما تحب تطلع للسبورة، لما تحب تجاوب ارفع لي يدك وانا وياك رانا متفاهمين ونعطيك الكلمة. يديروا اون كونفيونس، يديروا اون كونفيونس. هذا سي دي ميثود بيداغوجيك طري بريسيز اللي لازم الأولياء المعلم يديرها بطبيعة الحال، وحتى الأولياء لازم يعرفوها في بعض المعاملات داخل جميل. داخل البيت، في بعض المعاملات اللي خارجة عن لا كونسيديراسيون لو ميتر لا فول فوالا لا كونسيديراسيون لا كونسيديراسيون فول لو ليسي بارلي في لا ميزون في البيت. ما لازمش نوقفوه، ما لازمش نضحكوا عليه، ما لازمش نتكلموا، تعطيه الثقة في هو راه يدير نص جملة وهو راه عارف بقية الجملة، وانا نروح نقولها في مكان ونقول خلاص انا فهمت واش راك تقول. هيا هذه نو فول ليسي لا ميزون، تعطي له الوقت، تسناه كامل وكامل، هدؤوا جميل جميل. يعني هذا ما نستطيع ان نعمل نحن في المدرسة. جميل جميل جميل، شكرا شكرا شكرا. سا
سيد علي، مرحبا بك. مرحبا بك. ماذا بيا لو كان تكلمنا على التجربه الحيه تاعك اليوم. احنا في كل حصه نحبوا لو كان بعض الكلمات على التجربه حيه. تفضل. هذه تجربه انا عشتها، عشناها في العائله تاعنا. كانت عندنا طفله بنت اختي، انا عشت الحاله هذه وحسينا بها. الام نتاعها حسيت بها، كانت في عمرها 3 سنين باش عرفت باللي بنتها ثقيله في النطق الكلمه. هي فاصون كيما تفضلت الاستاذه بين 3 سنين و5 سنين. باسكو يبدا الطفل يكتسب الكلام، يحب يهضر كامل. هذاك الوقت يماها تفضلت باللي بنتها عندها بيغيمون في الكلام. داوها الاطباء النفسانيين و ليزورتوفونيست وكاملتو، وجازت معاهم، دارت دي سيونس عند اطباء، وتحسنت الحاله تاعها مده واحد العام، عام ونص. أوكي. اللي بدات تتحسن يعني قبل 5 سنين. قبل 5 سنين تحسنت. 5 سنين تحسنت الحمد لله. وكي دخلت تقرا وكي دخلت دوكا الحمد لله كانت نورمال. اي نورمال الحمد لله. جميل جميل الحمد لله. جميل جميل. يعني تفضل. هذه ربي يسجيها ربي يطول في عمرها. كان احصائيات انه 80% من التأتأة تصيب الذكور و20% فقط تصيب البنات. هذه باش يكون هذه احصائيات صح. ايوا بالنسبه يعني الى كل في 100 في 100 حاله تلقى 20 بنت و80 طفل. بالنسبه لكل اضطرابات الكلام وقفت صح. بالنسبة لكل اضطرابات الكلام هو ما هو معروف يعني إحصائيا أنها تصيب الذكور أكثر من الإناث. وهذا لا يمنع أنها تصيب حتى الإناث. يعني كاين بيان سور الحالات كاينين حقيقة. هذا قد يرجعه. عمري ما شفت طفلات بقي قليلة صح. أنا كانت عندي جارتي. كنت نعرفها يعني، وكانت في حالة حادة يعني أجل راشدة خلاص. هي كانت كبيرة وبولادها يتو، وكانت حالة حادة يعني تجي من الصعب، حتى العلاج يجي من الصعب شوية صح. يعني البنت هذه اللي من حسن الحظ أنه مواليها واعيين، وأنه أمها وأنه الدار والأقارب تاعها ما شاء الله واعيين ووقفوا معاها وجنبوها كل المشاكل اللي راح تجيها من بعد. يعني للأسف كاين الناس اللي ما يحظوش بهذه الفرصة اللي راهي هي حظت بها. الحمد لله ربي يخليهم. شكرا شكرا لكم البعض. إذا إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من هذا الموضوع تاع التأتأة. إذا ما تخافوش، ولكن التشخيص المبكر، ردوا بالكم على أولادكم بين 3 سنين و5 سنين لازم يروحوا للأورتوفونيست والورال، خذوهم عند الطبيب وهو يدبر راسه، ولكن لازم ما تخليوش هذه الحالة هذه تفوت هذا السن هذا. إذا تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الإنترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقبولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.